في البدايه عايزين بس نتكلم معاكم، نحكي لكم حدوته كده على السريع يعني انجاز التعبير. في ديسمبر السنه اللي فاتت، ديسمبر 2020، وبعد تقريبا اقل من شهر واحد من فوز النادي الاهلي بالنجمه التاسعه بالقضيه، ممكن لو حضراتكم اكيد فاكرين معانا، كان موعد مباراه غزل المحله والنادي الاهلي في الدور الاول من الدوري في ذلك الموسم. الماتش كان على ارض المحله وما كانش في اي مشكله. مسؤولي المحله خاطبوا النادي الاهلي ان هم عايزين يخلوا ماتش الدور الاول بتاعنا يبقى على ارضنا بسبب عدم جاهزيه ملعبهم، وماتش الدور الثاني يبقى العكس، يعني هنلعب هناك، وده اللي حصل بالفعل. طيب وقتها ظهر احد الزملاء، احد مقدمي البرامج في قناه الزمالك، وقال ازاي يحصل كده وليه يحصل كده واشمعنى يحصل كده، وكان في كلام واشارات عن مؤامرات كونيه وموضوع كبير جدا، وهو اصلا او هم اصلا مش طرف اساسا في الموضوع. وكمان ده كان ماتش في بدايه الدوري، يعني الموسم ذات نفسه لسه بيقول يا هادي، لحد ما مسؤولي نادي المحله صرحوا في كل القنوات ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ان هم بيشكروا النادي الاهلي وبيشكروا مجلس اداره النادي الاهلي على انهم وافقوا على طلبهم باستضافه مباراه الدور الاول. الغريب ان نفس الاشخاص اللي يعني بيقولوا يعني لكابتن السيد عبد الحفيظ اتكلم عن فرقتك وبس، هم نفس الناس يعني اللي ما فيش فريق تقريبا بيواجه الاهلي سواء محليا او قاريا او حتى عالميا الا لما بيتكلموا باسمه، وطبعا دي حاجه ملفته للنظر حبتين. هي ملفته للنظر، ولكن احنا مش هنلتفت لده، احنا هنسال نفسنا ونسال اللي بيتفرج علينا واللي بيتابعنا واللي عايز يفهم هي الطلبات دي كانت مشروعه ولا لا. هو لما نتكلم عن مبدا هنا تكافؤ الفرص، هل هو حقنا ولا لا؟ هي دي النقطه. كابتن سيد عبد الحفيظ هو بيتكلم عن فرقته، بيتكلم عن مصلحتها، هو مش عايز يدخل نفسه او بيدخل نفسه في طرف من اي ازمات او اي ازمات فرق ثانيه. هو دايما، او خلي بالك من حاجه، واكد على النقطه دي اكتر من مره اثناء تصريحاته، وقال انا ما بتكلمش باسم الجون، انا ما بتكلمش باسم حد، انا بتساءل، انا بتكلم بمبدا، مبدا تكافؤ الفرص. فاحنا بنتكلم ان احنا اكيد فريق مركز في اهدافه، حافظنا على البطوله القاريه السنه، يعني الحمد لله على السنه الثانيه على التوالي، وعايزين نحافظ كمان على لقب الدوري، ده شيء برده مشروع. فاحنا بنتكلم يعني لما نيجي كده نتساءل ويبقى في تساؤلات اعتقد مشروعه، زي مثلا مباراه الزمالك والمحله ليه انتقلت للاسكندريه، فاعتقد ده طبيعي ما فيهاش حاجه ابدا. يعني حضرتك منافس وبالتالي يعني هتقابل بعدها الاتحاد في اسكندريه، فلما نيجي نسال عن مبدا تاني تكافؤ الفرص، احنا فرق بيننا تقريبا 6 نقاط او هم 6 نقاط، عايزين نتصدر الدوري كالعاده، وبرده ده حقنا، هنرجع تاني نقول ده حقنا. فيعني اختلاف المعايير امر عليه علامه استفهام، لكن لو هنرجع تاني ونقول كابتن سيد كان بيتكلم عن فرقته، كان ما عندوش يعني اي نيه ان هو يتحدث باسم اي نادي اخر، وبيتكلم ان هو مركز هو والفرقه على البطولات، احنا مركزين على تصدير يعني النجاحات دايما، احنا مش عايزين ندور على مبررات ومؤامرات. فاعتقد برضو لو هنرجع للنهايه او نقطه النهايه، برضو اعتقد شيء مشروع. فاللي مش عاجبه ده برضو شيء عليه علامة استفهام، يعني ولا كمان التساؤل بقى صعب الايام دي او بقى غريب؟ يعني لو انت كاهلاويه اللي بتتساءلي بقى سؤال صعب والله. يعني لما يكون السؤال صادر من اهلاوي ساعتها الدنيا ممكن تقف ونقف ونسال ليه وعايزه ايه من ورا السؤال وحاجات زي كده. طيب